هلا شباب، محاضرة مايكروبيولوجي. مورغزيلا كاترالس. مورغزيلا هي اسم العائلة، وكاترالس هي واحدة من أفرادها. هذه هم من ضمن البكتيريات اللي تسوي respiratory infection. هاي تعتبر strictly aerobic، يعني تحديدا هي تصير الإصابة مالتها عن طريق الهواء تنقل. تعتبر oxidase positive gram negative مثل ما تشوف هنا، وتعتبر diplococci. ديبلوكوكاي يعني تلقاها ثنائيات. هسه راح اقرب لك عليها، ولا هي مو كلش تبين هنا، بس انا راح ارسم لك اياها بشكل توضيح، انه تلقاها وحده هيجي وحده الثانيه بصفها، يعني وحده ملزوقه بالثانيه. كوكاي يعني دائريه. فحتى نحفظها راح ناخذ هذا الاسم مالتها ونفصله. مثلا مارغزيلا، الام يشبه لك اياها بانه ام هيجي، الام مكتوب اوكي وحده اثنين، هيجي احنا دائما نكتب هاي واحد وهاي اثنين، هاي مارغزيلا. فالام يذكره ب شغلات اثنين، فهي ديبلوكوكاي هذا الشكل مالتها. اوكسيدايز هذا الحرف الاو بالاحمر راح يعطيني اسم اوكسيدايز بوزيتيف. تبقى هي تصيب الريسبيراتوري سيستم، فهذا الار يذكرك بالريسبيراتوري سيستم. الاي تنقل بشكل اروزل، هذا اللي بالبنفسجي اير دروبس، يعني تنقل بالهواء. الاصابه مالتها شلون تصير؟ بالتشيلدرن بالادولت اثنينهم تقدر تسوي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، لكن تقدر تسوي لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وهذا الحكي بس بالادولت. فهاي معلومه مهمه، الابر ريسبيراتوري يصير باثنيناتهم، بينما اللور كلش اللي جوا يصير بالادولت. ليش؟ اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن يكون دائما مصحوب بسي او بي دي. اي اغلب الاحيان سي او بي دي هو كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز. هذا المرض شائع اكثر شيء بسبب السموكينج، فاكيد ماكو طفل يعني مدخن تلقاه ويصير له اصابه باللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. انت تعرف اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن هو الشيء اللي يصير تقريبا لارنكس وجوه، مثلا برونكايتس، انفيزيما، هذا يصير بالالفيولاي. فلان انصابت بسبب السموكينج اتضررت، احتماليه كلش قويه انه opportunistic for infection by the Morxilla catarrhalis. الشغلة اللي هنا مكتوبة انه يقول لك مارغزيلا كاترالس now is the considered an important cause مالت ال upper respiratory tract infection. هذا الحكي بال children وبال elder people. بالإصابة مالتها تقدر تسوي هم lower respiratory tract infection. هذا الحكي وين يصير infection particularly تلقاه بال adult، وخاصة اللي عندهم COPD، لان قلنا انه الالفيولاي او البرونكايتس ما يصير اغلب الاحيان ما يصير الا بسموكينج، فماكو طفل تلقاه بسموكينج، فهنا راح تكون الاصابه بالانفكشن عاليه. نعتبر هاي البكتيريا كونسيدرز از نيزوكوميال باثوجين، يعني بالمستشفيات، يعني تقريبا اذا واحد بالمستشفى دخل لها فاحتمال ينقل له هذا المرض عن طريق المستشفى، هي في البكتيريا موجوده بالمستشفى. فورا ما يطلع من المستشفى فتقريبا ورا يومين يصير له اصابه بهذه البكتيريا. هسه عندنا الترانسميشن. الترانسميشن شيء اكيد شلون يكون؟ عن طريق الاير دروبس. فيقول لك از دايركتلي كونتاكت وذ كونتامينيتد سكريشن باي ذا دروبس، اوكي باي دروبلتس العفو. الفيرولنس فاكتور ما تلقى شيء مميز، تلقاهم سوالف مال جرام نيجاتيف بكتيريا. جرام نيجاتيف بكتيريا الكبسول مالتها موجود بالليبوبوليسكرايد اللي يعتبر هو الاندوتوكسين. الاندوتوكسين حتى تفرق من الاكزوتوكسين شنو يعني؟ الاكزوتوكسين هو موجود بس بالجرام بوزيتيف بكتيريا، انه هي من هي وداخل التشيو او بالدم تبدا تفرز التوكسين بدون ما تموت هذه البكتيريا. الاندوتوكسين هو فد مركبات تلقاها بالجرام نيجاتيف وهم بالبوزيتيف، انه من تموت البكتيريا راح تتطشر المحتويات مالتها. من ضمن المحتويات الموجوده بالسيل وول هي الليبوبوليسكرايد. الليبوبوليسكرايد يتكون من ليبيد اي. ليبيد اي هو يعتبر الاندوتوكسين مالت هواي امراض. ميزه الاندوتوكسين انه مرات يعني ما يفعل الاميون سيستم بشكل عالي الا اذا اكلته مايكروفاج او عن طريق انه ان كان عن طريق فد لينفوسايت او اذر وايت بلاد سيل. المهم انه راح يحفز هذه الجسم على انه يفرز انترلوكينات، هذه الانترلوكينات تسبح داخل الدم وتوصل للهايبوثالاموس. هايبوثالاموس يفرز بروستاجلاندين يمكن اي 1 او اي 2 اي العفو او دي. المهم بالهايبوثالاموس راح يفعل الفيفر، فهذه القدره مالته. فالاندوتوكسين عن طريق المارغزيلا كاترالس يقدر يفرز يحتوي على الليبوبوليسكرايد عن طريق الاندوتوكسين،
فهو الرول بالديزيز بروسيسنج. التريتمنت هم هذولا، هذول هم التريتمنت نفسهم هناك، بس جبتهم نسختهم لصقتهم هنا. اموكسيلين وكالفونولات هذا موجود بالهيموفلس انفلونزا نفسه، حتى تحفظه بس ركز هذه الاي ويا السي سوي يجون، وهنا هم بالاسم السي ويا الاي او الاي ويا السي نفس الشيء. بعد عندنا سيفالوسبورين، هذا السي ويا السيفالوسبورين، هو كل حرف من اسمها ينطيك فد شيء. هذا حرف التي ويا هذا التي الترايميثوبريم ينطبق ويا السلفا ميثوكسازول نسويه، هذول يعتبر ذا موست ريكومندد ايجنت، هذول افضل شيء ينطون. alternatively يعني اذا ما عندك ذول الدرجات الفوق تنطيهم ذول ازيثروميسين والكاريثروميسين، هذول كان بي يوزد همين.